مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي وإخواني طلاب مدارس الأندلس الثانوية الخاصة، طلاب الصف الحادي عشر القسم العلمي والقسم التكنولوجي، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيش اليوم بفضل الله تعالى مع درس من دروس مادة الفيزياء الممتعة، ونستكمل فيه دراسة الطيف الكهرومغناطيسي. وتعرفنا في الحصة الماضية على ثلاثة من مكونات الطيف الكهرومغناطيسي، ألا وهي أشعة جاما وأشعة إكس أو الأشعة السينية والأشعة الفوق بنفسجية. ونستكمل اليوم باقي مكونات الطيف الكهرومغناطيسي. سنقف مع دراسة الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء وموجات الميكروويف وموجات الراديو. ولكن في البداية دعونا نجدد رواينا لله سبحانه وتعالى، ونتذكر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحيا في شهر رمضان، ألا وهو حديث يذكرنا بوجوب نية صوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود في صحيحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحبابي، الإسلام يعلمنا أن جميع الأعمال لابد أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل عمل لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وموافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكون مقبولا. فشرط قبول العمل موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخلاص النية فيه لله سبحانه وتعالى، وكذلك الصيام. الصيام من أجل الأعمال وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى. فيوصينا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يطيع منك أجر الصيام، وحتى لا يضيع هذا العمر هباء وسدى، لابد أن يجدد المسلم نواياه في كل عمل. وكذلك في العبادات، لابد طبعا لأي عبادة أول شرط في قبولها هو تجديد النية لله سبحانه وتعالى. فالمسلم قبل الفجر لابد أن ينوي، ومن تصحر فقد نوى. اللي يتصحر بس إن شاء الله يدي نية، لا يشترط أن يتلفظ المسلم بنيته، ولكن لابد من إجماع نية الصيام من بعد العشاء وحتى الفجر قبل بداية فجر اليوم الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في رمضان من المقبولين المعتوقين، اللهم آمين. ونستعرض اليوم بعض الأهداف التي سنتعرف عليها اليوم إن شاء الله. أول هدف عندنا أن احنا نتعرف على خصائص الضوء المرئي، وسنتعرف على الأشعة تحت الحمراء واستخداماتها، كذلك سنتعرف على موجات الميكروويف واستخداماتها، وأخيرا نختم مع التعرف على موجات الراديو وفوائدها واستخداماتها في حياتنا اليومية. نتذكر مع بعض حبايبي ان الطيف الكهرومغناطيسي كان مدى واسع من الاطوال الموجيه والتردد، بيبدا من اول موجات الراديو، موجات المايكرويف، الاشعه تحت الحمراء، ثم الضوء المرئي، ثم بعد ذلك الموجات الاعلى من الضوء المرئي، الاشعه فوق البنفسجيه واشعه اكس واشعه جاما، ودي توقفنا معاها حبايبي في الحصه الماضيه. النهارده ان شاء الله هنقف مع من اول موجات الضوء المرئي لحد موجات الراديو، دي الجزء القليل أو اللي تردده ضعيف، تردده أقل في موجات الطيف الكهرومغناطيسي. هنبدأ إن شاء الله مع الضوء المرئي، ثم بعد ذلك الأشعة تحت الحمراء واستخداماتها وفوائدها، وموجات مايكرويف واستخداماتها وفوائدها، وموجات الراديو واستخداماتها وفوائدها. بداية الضوء المرئي، زي ما أنتم شايفين حضراتكم، الضوء المرئي دايما بيتوارد لذهن الإنسان، أول ما تيجي تسمع كلمة الضوء المرئي يتوارد لذهنك الضوء اللي موجود حوالينا في كل مكان، او الضوء اللي جاي من الشمس. الضوء المرئي اللي بيجي لعين الانسان ويسقط على عين الانسان هو اشعاع كهرومغناطيسي، هي موجات كهرومغناطيسيه مستعرضه، ويراها العين البشريه، وهي المسؤوله في الاصل عن حاسه الابصار نتيجه سقوطه على الاجسام وانعكاسه على العين، فتبدا العين ترى الاجسام حولها. ويتراوح الضوء المرئي الطول الموجي للضوء المرئي ما بين 400 نانومتر الى 700 نانومتر فقط. وباقي الطيف الكهرومغناطيسي يا حبايبي هو غير مرئي بالنسبه لنا، يعني سواء الموجات اللي تحت التردد اللي تحت الطول الموجي ده او اعلى من الطول الموجي ده انا ما بقدرش اشوفها. يعني بيتراوح التردد بتاع الضوء المرئي وطوله الموجي ما بين حاجتين، ما بين شعاعين، ما بين الاشعه تحت الحمراء الموجات الاطول مننا، وما بين الاشعه فوق البنفسجيه الموجات الاقصر مننا. يعني معناه ان الضوء المرئي هو حزمه قليله جدا جدا من الطيف الكهرومغناطيسي. سبحان الله، الانسان محدود وضعيف، ولذلك رؤيته للموجات بيكون ضعيف جدا. طب هل في ناس ما بتراش اقل من كده او اعلى من كده؟ لا، في بعض الاشخاص عندهم القدره ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دي اعداد قليله، ان يرى اقل من كده شويه واعلى من كده شويه،
ولكن أعم الناس بيرى الضوء المرئي فقط بعينه، العين السليمة طبعا المجردة. الضوء المرئي زي ما انتم عارفين حضراتكم بينبعث ويمتص في هيئة حزمة صغيرة تسمى الفوتونات، مكوناته تسمى الفوتونات. والضوء المرئي زي ما انتم عارفين حضراتكم بيتكون من 7 ألوان، اللي هي ألوان الطيف السبعة، من الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. ولو حبينا ندمج السبع أطوال الموجودة مع بعض، هنلاقي إن هما في الآخر بيرجعوا للضوء الأبيض تاني. يعني لو بصينا كده على قرص نيوتن مكون من 7 ألوان مختلفة، الألوان دي إحنا هنعمل لها عملية تدوير كده حبايبي، ونشوف مع بعض كل ما الضوء إيه اللي يحصل. يعني لما يحصل تداخل ما بين الأضواء، خلي بالك أنا بقول ما بين الأضواء ليس الألوان، الدهانات العادية، البيئات العادية لا، ما يحصلش الكلام ده. كان بتكلم على الضوء، تداخل الضوء مع بعضين. لو جبنا ال7 ألوان مع بعض كده، كل مدى زي ما انتم شايفين حضراتكم بدأت الألوان تدخل في بعضها قوي، لو زودنا السرعة شوية هتلاقي إن الألوان بدأت إيه؟ بدأت تتداخل أكتر. لو زودنا السرعة لحد ما نصل لسرعة معينة، نلاقي عندنا إن ال7 ألوان عندنا يحصل لهم إيه؟ بص حضرتك كده، هيتحولوا إلى اللون الأبيض، يصبح القرص اللي عندي هو بيدور يصبح لونه أبيض. يعني معناها إن الضوء الأبيض عندنا بيتكون من 7 إيه؟ من 7 ألوان. ده اللي بيحصل مع قوس قزح، مع تحليل الضوء الأبيض ل7 ألوان إذا سقط على منشور أو على قطرات المطر. ده بيظهر عندنا حبايبي إن الضوء الأبيض بيتكون من 7 ألوان، اللي هي ألوان الطيف المرئي. الضوء الأبيض عندنا كمان لو إحنا شفنا تجربة بسيطة ليه، أدي بعض المكونات الضوء المرئي إذا سقط على جسيمات مختلفة ما بتأثرش فيها. إحنا قبل كده شفنا الأشعة فوق البنفسجية لما بتسقط على الأوزون بتأثر فيه، تعمل له انقسام. يعني على الأوزون أهو، لو خلينا أشعة فوق البنفسجية كانت بتأثر فيه وتعمل انقسام للأوزون، لكن الضوء الأبيض إذا مر عليها، شوف كده الضوء الأبيض مع بعض، نعيد تكوين الجزئين، تلاحظ إن هو ما بيأثرش فيها، بيمر فيها ولا يؤثر فيها، لأن طاقة الضوء المرئي من رحمة الله سبحانه وتعالى إنها طاقة منخفضة، مش طاقة عالية ولا حاجة. لو شفنا كده ثاني ثنائي النيتروجين، لو شفنا الماء تأثيره على أحادي كله على كل الجزيئات والذرات عندنا لا يؤثر عليها تأثير ملحوظ. الموجات الضوء المرئي عندنا حبايب قلبي هي موجات متوسطه في طول الموجة، وكذلك متوسطه الطاقه ما بين الحد الادنى اللي هي الاشعه تحت الحمراء والحد الاعلى اللي هي الاشعه فوق البنفسجي. طب لو انتقلنا الى الموجات الادنى والاقل من الضوء المرئي في الطاقه، اللي هي الاشعه تحت الحمراء، طولها اقصر من الطول الموجي للضوء المرئي، ولكن طاقتها طولها اطول من الطول الموجي للضوء المرئي، ولكن طاقتها اقل. عارفين طبعا ان التناسب ما بين الطول الموجي والتردد تناسب عكسي، وكذلك مع الطاقه. فكل ما الطول الموجي يزداد كل ما الطاقه تقل. وكل جسيم في الكون يطلق درجه حراره معينه له مجموعه من الاطوال الموجيه في الاشعه تحت الحمراء. يعني معظم الاشعه اللي بتطلع من الاجسام، معظم الاشعه اللي بتطلع من جسمنا كلنا، من معظم الاجسام اللي في الكون بتكون اشعه تحت الحمراء. الاشعه تحت الحمراء يعني ليها فوائد وليها اضرار، والان يتم استخدام الاشعه تحت الحمراء بشكل جيد وبشكل كبير، وممكن نستعرض خلاصه سريعه عن انواع الاشعه تحت الحمراء في هذا الفيديو السريع. الاشعه تحت الحمراء. الاشعه تحت الحمراء هي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي تماما مثل الضوء الذي نراه، الا ان طول موجتها اطول من الضوء المرئي. وتنقسم الأشعة تحت الحمراء إلى 3 أنواع مختلفة: الأشعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة والبعيدة. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رؤيتها، إلا أنه يمكننا الشعور بها في بعض الحالات. وتسمى الأشعة تحت الحمراء البعيدة بالأشعة تحت الحمراء الحرارية، حيث نشعر بها على شكل حرارة. وفي الواقع فإن الحرارة التي نشعر بها من نار المخيم أو من الحجر الساخن هي الأشعة تحت الحمراء البعيدة. وهذا النوع من أنواع الأشعة تحت الحمراء يعد الأقرب إلى منطقة أشعة الميكرويف في الطيف المغناطيسي، ويستخدم عادة في التصوير الحراري والرصد الجوي. أما الأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة تحت الحمراء المتوسطة فلا تتسببان في انبعاث أي حرارة، وتقعان بالقرب من طيف الضوء المرئي، كما أنهما يستخدمان في مجموعة منوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل جهاز التحكم عن بعد ولوحة التحكم في ألعاب الفيديو. ما هي بعض المصادر الأخرى للأشعة تحت الحمراء؟ تنبعث الأشعة تحت الحمراء من جميع أجسام الكائنات الحية بما فيها البشر، كما تعد الأرض والشمس والنجوم والمجرات البعيدة مصادر للأشعة تحت الحمراء. وعلى الرغم من أن البشر غير قادرين على رؤية الأشعة تحت الحمراء،
إلا أن بعض الحيوانات كالأفعى الجرسية والخفافيش مصاصة الدماء تمتلك أجهزة لاستشعار الأشعة تحت الحمراء، وذلك للحصول على غذائها. وبالرغم من أن الأشعة تحت الحمراء ليست شيئاً يمكننا رؤيته بأعيننا المجردة، إلا أن المعلومات التي نحصل عليها من هذه الأشعة تخبرنا بالكثير عن البيئة المحيطة بنا والكون كذلك. رجعناكم من جديد وتعرفنا في الفيديو على أنواع الأشعة تحت الحمراء وبعض فوائدها وأضرارها، ولكن لو استعرضنا بشكل مستفيض فوائد الأشعة تحت الحمراء، بتفيد أجهزة التصوير بالأشعة تحت الحمراء حبايبي في الكشف عن التسرب الحيوي في المنازل اللي هو جهاز الإنذار، وأجهزة الريموت كنترول اللي بنستخدمها كلنا بتشغيل المكيفات أو الثلاجات أو التلفزيونات أو غيره أو ألعاب الفيديو. كل دي حبايبي، كل ريموت كنترول اللي بيستعمل، ريموت كنترول السيارة، كل ده بيعمل بالأشعة تحت الحمراء. كذلك نظارات الرؤية الليلية اللي بتستخدم في ساحات المعارك، دي بتستخدم عشان نكشف على أسلحة العدو سواء في السنايبر أو في الدبابات أو في غيره أو في الأقمار أو في الرادارات. كل دي حبايبي بتستخدم فيها الأشعة تحت الحمراء. كذلك الأقمار الصناعية بتعمل بالأشعة تحت الحمراء في تصوير الأرض بالأنواع المختلفة للأقمار الصناعية. كذلك أقمار المخصصة للأحوال الجوية كذلك مزودة بأجهزة حساسة للكشف عن بخار الماء حتى في الليل، وبالتالي الموجات أو الأشعة تحت الحمراء العمل بتاعها عمل قوي جدا جدا، رغم إن الطول الموج بتاع حبايبي طول كبير وطاقتها طاقة منخفضة، ولكن استخداماتها زي ما بنشوف حضراتكم استخدامات عظيمة جدا جدا. حديثا بدأت تدخل في الكشف عن الجرائم، إن الإنسان زي ما قلنا بيصدر منه أشعة وموجات ممكن تظل في المكان، لو ما حصلش تداخل في الحرارة في أي مكان ممكن تظل في المكان ما بين ساعة ساعتين. والطول الموجي للأشعة تحت الحمراء يتراوح من 10 أس سالب 3 إلى 7.4 × 10⁻⁷ متر، وده طول موجي عالي ولكن طاقة منخفضة. إذا انتقلنا للنوع اللي بعد كده حبايبي من مكونات الطيف المائي اللي هي موجات المايكرويف. موجات المايكرويف بيتراوح طولها الموجي طول طويل قوي من 1 متر إلى 10 أس سالب 3 متر، يعني من 1 ملي ل 1 متر. من 1 ملي الى 1 متر اللي هي موجات المايكرويف. لو شفنا حضراتكم كده مكونات الطيف المائي هتلاحظوا فيها ادي الموجات الصغيره دي اللي هي دي موجات المايكرويف، زي ما شفنا حضراتكم اهي تحريكها، ايوه ممكن تحرك الجزيئات. لو اسقطناها على جزيئات زي جزيئات زي الكربون، شوف بتاثر فيه على الاكسجين على ثاني اكسيد الكربون على الماء، شوفوا حضراتكم كده في الماء بتعمل ايه؟ بتعمل تدوير لجزيئات الماء. وده اللي بيخلي موجات المايكرويف في البيت عند حضرتك بتستخدم في طهو الطعام، لانها بتحرك الجزيئات داخل الطعام، وبالتالي نتيجه الحركه العاليه والاحتكاك بيتولد عنها طاقه حراريه تكفي لطهو الطعام. دي اللي يا حبايبي اللي هي موجات المايكرويف. يبقى ده السبب ان بستخدم موجات المايكرويف في طهو الطعام، ما بستخدمش مثلا اي اشعه ثانيه او اي نوع ثاني من الموجات. اشعه تحت الحمراء تصلح، لكن الموجات المايكرويف اقوى. طبعا الاشعه تحت الحمراء لها اثر حراري، لكن الاقوى في الاثر الحراري الموجات المايكرويف. دي بتستخدم يا حبايبي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده لتسخين الطعام وطهوه بالنظر لقدرتها على نقل الطاقه الحراريه، تمتص جزيئات الماء جزيئات الماء الطعام تلك الطاقه الحراريه وتتحرك داخل جزيئات الطعام، وبالتالي بتساعد في طهوه بشكل سريع. تفيد حزم المايكرويف حديثا في تكنولوجيا الهوادف المحموله والرادارات. كذلك ترددات الميكرويف اعلى من ترددات الراديو، مما يجعلها مناسبه لنقل المزيد من البيانات مقارنه بموجات الراديو، يعني هي الان افضل في عمليه النقل اللي هي موجات الميكرويف. لو انتقلنا للجزء الاخير النهارده حبايبي، طبعا شكل الميكرويف في البيوت، لو انتقلنا للجزء الاخير النهارده من درسنا اللي هو موجات الراديو. موجات الراديو طولها الموجي يزيد عن الواحد متر، يعني شوف حضراتكم قبل كده الميكرويف كان من 1 ملي ل 1 متر، لا موجات الراديو بتزيد عن 1 متر، يعني معناها ان طاقتها منخفضه جدا جدا. وتتسم ترددات هذه المجموعه بانها الاقل في مجموعه الطيف الكهرومغناطيسي مغناطيسي. لو رجعنا للطيف الكهرومغناطيسي مغناطيسي هنلاقي ان هي اقل وحده في الطاقه، اقل حاجه في الطاقه. الطاقه بتاعتها ترددها 10 اس 4 وطاقتها منخفضه جدا جدا، ولكن طولها الموجي بيكون عالي. بيبدا من 1 متر وبعد كده يزيد، يعني هي بتزيد عن ال 1 متر. وتتسم بانها اقل في مجموعه الطيف الكهرومغناطيسي. هنا كهرتز استعان بهذه الموجات لاثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسيه ككل في تجاربه. وتستخدم موجات الراديو راديو ويفز
تستخدم في الاتصالات الآن، الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية، تستخدم في البث الإذاعي سواء موجات الاي ام او موجات الاف ام، تستخدم في موجات في الاتصالات ما بين الناس، الاتصالات اللاسلكيه. الموجات الراديو اللي طولها الموجي اطول ممكن تستخدم في الاتصال بالغواصات اسفل البحر. وتلاحظوا حضراتكم التنوع الكبير ما بين موجات الطيف الكهرومغناطيسي المغناطيسي واستخداماته المختلفه، من اول اشعه جاما لحد اشعه راديو. سبحان الله، كل المدى من الموجات دي مع الاكتشافات الحديثه، كل شويه نستخدم موجات راديو، نستخدم اشعه اكس، نستخدم اشعه فوق بنفسجي، نستخدم موجات الميكرويف، موجات الراديو. سبحان الله، تنوع رهيب في مكونات الضوء. واحنا كل اللي كنا عارفينه عن الضوء هو الضوء المرئي فقط، لكن مع تطور العلم بدانا نكتشف كل مكونات الطيف الكهرومغناطيسي، وهذا علمنا حتى الان. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول: وفوق كل ذي علم عليم، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ان شاء الله على قدر حضراتكم بقى تكتشفون الجديد في الطيف الكهرومغناطيسي من فوائد واستخدامات واضرار، ولعل الله سبحانه وتعالى يجري الخير على ايديكم لهذه الامه ويرفع بكم رايه هذه الامه، اللهم امين. ده كان الجزء الاخير حبايبي في درس الطيف الكهرومغناطيسي. في النهايه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر لحضراتكم على استماعكم وتعلمكم ومصابراتكم في هذا الجو. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.